القائدي المستقيل من حركة النهضة. وإحنا عملنا جدل في الكواليس قبل ما يدخل بحذنا سيد عبد اللطيف المكي، قلنا نقوله قيادي مستقيل، قيادي سابق في حركة النهضة. صباح الخير سيد عبد اللطيف. صباح الخير ليك وكل الفريق وكل السادة المستمعين، وعيدكم مبارك إن شاء الله. شكرا لك. قيادي مستقيل حركة النهضة؟ لا الآن قيادي في حركة توانسة من أجل الديمقراطية. توانسة من أجل الديمقراطية باش نحكيوا عليه طبعا. أوكي. مهم الخبر هذا، ولكن خلينا نرجع للأكتواليتي كان تسمح دكتور عبد اللطيف المكي. طبعاً. الحدث اللي بعض الناس يعتبروه لا حدث ولكن هو ما نجم يكون كان حدث، هذه التسريبات المنسوبة لمدير ديوان رئيس الجمهورية السابقة سيدة نادية عكاشة، تعليق عليه. تعليقي هو ما قلناه في السابق، أنه قيادة الدولة عندها أصول، والمواقع الحساسة، ما نقولش الحساسة، المواقع كلها في الدولة خاصة القيادية اللي ممكن تطلع على التقارير السرية للدولة، ممكن تطلع على مجالس اللي ممكن لا يجب أن نعين فيها نكيرات، يلزم نعين فيها ناس معروفين يعرفوهم التوانسة، إما بحكم أنهم تولوا مناصب سياسية أو نقابية أو عمادات تاع مهن، يكونوا ناس يعرفوهم، يعرفوهم حتى كيفاش يغضبوا، يعرفوهم كيفاش يفرحوا، يعرفوا شخصيتهم، ردود أفعالهم في الأزمات، تجي تعين نكيرات، هذه هي النتائج. معناها أنت شوف كيف تعين مثلا الأميرال كمال العكروت مستشار أمن، سمعتوا منه حاجة سي كمال؟ فما كان تختلف معه تتفق معه، مثلا كان لي شرف وأشرف على مهمة دقيقة، غيره من المديرية الدواوين الرئاسية العزابي، حتى نور الدين بنتيجة اللي أنا اختلف معه إلى غير ذلك، سي رضا بالحاج كانوا في مستوى الأخلاقي السيدة سلمى اللومي كذلك، سلمى اللومي في 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 هذا المستوى. ولذلك أنا يعني تقول حتى وكان ما فماش تجربة سياسية في الخطة تكون عندك دراية بالشخصية بيدها. إيه طبعا. يعني أنت ما تعرفش، تفاجأت أنت دكتور في مكان؟ لا لا ما بل بالعكس كنت أتوقع، لأنه كنت أتوقع أن يصير هذا وأنت تتوقع هذا من نادي عكاشة؟ أتوقع أن يصير هذا ومثله. ليش؟ لأنه الالتقاء بين الناس هذوما حول السيد قيس سعيد هو التقاء مصالح وتموقعات، فهمت؟ وكنت أتوقع منها هذا، لأنه وقت اللي كنا في الحكومة العديد من الوزراء بما في ذلك رئيس الحكومة كان لا يحبذ حضورها في مقابلات رئيس الجمهورية. كيف انت يجيك مش قابلك وزير خارجي يقولك على أسرار معينة؟ كيف يعني ثم معلومات كيف تهزها الأجهزة الأمنية لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ما يكتبوهاش، تتقال مشافهة. كيف انت تجي هنا نحكيو على زمن ليس فخفاخ المشيشي؟ الوزراء حتى بعض الوزراء اللي كانوا معنا كانت عندهم صداقات مع السيد قيس سعيد قبل الثورة وقبل الوحدة، فبالتالي كنت أتوقع لأنه التقاء متاع مصالح وتموقعات، نهار التوفى المصلحة نهار اللي سلوا سكاكن على بعضها، وهذا مش في مصلحة الدولة التونسية ومؤسف جدا جدا جدا. المصالح وين تمكن مع سيدة نادية عكاشة؟ مصالح تموقعات، مصالح تحكم، هذا اللي كان موجود، تحط فيه ناس في بلاتوهات تبلاسيهم، دير في شبكات فيسبوك، وثم التسريب سفيرنا في واشنطن سيل جوبانتيني شاكي بها لأنه تسرب تحريضها للفيسبوكر على السفير هذا ورفع به قضية إلى غير ذلك. فبالتالي نقول يهديكم ويبارك فيكم، لا نعين في الدولة نكرات، نعينوا ناس تعرفوا بالكارير بوليتيك ولا بالكارير بروفيسيونيل متاعهم، نبدو ناس عارفين معنا عليهم ركول متاع 10 سنين 15 سنة نعرفوهم الناس هذوما منهم. بون هذا ما نجمش ينطبق بعد الثورة، لأنه نعرفوا لبرشا حكومات كانت سيد عبد السيف المكي اللي جات شخصيات اللي ما عندها حتى تجربة، خاصة وقت اللي حركة النهضة كانت يعني على رأس الحكومة، يعني برشا ناس ما عندهاش تجربة. لا تعين تكنوكرات ما كان عنده حتى تجربة على العدد وعديد الشخصيات. لا هذاك عنده تجربة سياسية في الحزب نتاعو. اي نحكي هوني على مواقع لإدارة الدولة، ويمكن اليوم الوضع اللي وصلته تونس اليوم للانكومبيتونس هذية، معناتها في النقطة هذه يعني تكون دكتور ولكن ما عندكش تجربة. شوف أهمية الأحزاب هي أنها تربي كوادر للدولة، تربيهم على احترام الدولة ونواميس الدولة والبرامج وقوانين الدولة. فبالتالي با سي با بارفي، حبذنا لو كان ثم ديمقراطية في تونس والناس تدربت على المسؤوليات من البلدية للمعتمدية لكذا، لكن على كل ثم تجربة حزبية سياسية يعرف الدولة وأسرارها. يا أخي حمادي جبالي ما تفوضش مع بن علي،
ما تفوضش في عهد بوركيبة، ما يتصلش بوزراء كانوا يحبوا يعملوا شيء من تقريب وجهات النظر بما في ذلك المرحوم حامد القروي، وبالتالي صار له احتكاك يعني بالدولة. ومهما كان يعني في ظرف خاص، واليوم محمد يجبالي يعرف وغيره أمثاله يعرف أسرار الدولة، ولكن عمره ولا تكلم على أسرار الدولة. خذ سي شخاري وزير الصناعة، سي شخاري لا يتي بي دي جي بلوزيور فوا، وكان شاب ديبارتمون في كليه الهندسه، وكان يعني ناس معروفين. يا سيدي حتى كان مش معروف، انا كحزب النهضه وقتها جو غارونتي نقدم لك شخص على مسؤوليتي غارونتي، وهذه الدور نتاع الاحزاب. فشوف الوزراء اللي خدموا في كل في عهد ترويكا، شكون منهم خرج اسرار الدوله ولا تكلم على اسرار الدوله؟ حتى الحكومات الاخرى اللي صارت مع سي الحبيب الصيد وكذا وكذا ما تلقاش الشيء هذا. تطالب العميل صادق بالعيد من الانسحاب دكتور عبد اللطيف المكي مما سميته مهزله، ولكن اخر حاجه كتبتها البارح على صفحتك قلت اطالب العميل بالعيد الانسحاب. اي نعم، بعد اللقاء اللي جمعوا البارح برئيس الجمهورية، أول مرة نشوفه يعني للاجتماع الثنائي بين الرئيس هو وأمثاله. شكون هم أمثال؟ يعني أمثاله. تحكي على العميد بن عيسى، على بن عيسى إلى غير ذلك، هذوما ناس حطوا رواحهم في خدمة مشروع باش يدمر التجربة التونسية أو يفتح على مرحلة من اللا استقرار. راهو ما ينجمش من بعد يتعذر يقول لا جيتي كان سامبل تكنيسيان. عندك مسؤولية كبيرة في الاعتداء على التجربة الديمقراطية التونسية، ولذلك قد نكون المراحل السابقة الناس كانت تتوقع من رئيس الجمهورية أنه يعمل مسار تشاركي و و و و إلى غير ذلك. حتى الناس اللي قالت بانقلاب قالت مش نقعد متوقفين عند انقلاب، هات نشوفوا كيفاش نخرجوا من الأزمة هذه. لكن الآن لا، أنت منهم، أنت أنا من هؤلاء الناس، وقلت بليزيور فوا ما ناش مش نقعدوا نقولوا انقلاب انقلاب. هات أخويا كيفاش نرجعوا لفاتي لا، يعني بالنسبة ليك فما 25 جويل هذه السياسة الواقعية، هات نرجعوا عمري ولا نعتدي على الدستور، نحاولوا نحترموا الدستور حتى في الشكليات. وانا نعطي ديما مثال سي فؤاد المبزع. سي فؤاد المبزع يخي مقتنعين به جماعة الثورة ويحطوه رئيس الجمهورية، ليه؟ لاحترام الدستور. دستور 59 احترمنا، حطينا رئيس البرلمان، حطينا رئيس الجمهورية، ما قلتنا اون دوا ليبولي باك المجلس اللي ولا بعد الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة، باعتباره رئيس الجمهورية مش هو المرجع السياسي للثورة، هاكا نعملوا مرجع آخر سياسي للثورة، يحضر المضمون نتاع المراسيم ويزول سي الباجي الله يرحمه، سي الباجي يزول سي فهمني. ولذلك أنا نحترم شكلية الدستور على الأقل باش ما يتسجلش علينا اللي احنا خرقنا الدستور، ونخدموا خدمة نخرجوا بها من الأزمة السياسية. اليوم إذن ترى اللي العميد بالعيد هو مشارك، هذه ما سميته المهزلة. مشارك طبعا، هو مشارك، هم مشاركين ابتداء من إعانة رئيس الجمهورية على توصيف أن الخطر الدائم هو البرلمان، وتكسير الكرايم سامحوني في اللفظ صباح نتاع الفصل 80. هم قراءة انتربريتاسيون. كل الناس قالوا هذا تعسف على فصل 80، بما في ذلك اللي ساندوا سي قيس سعيد، سي مثلا الزكراوي. ولذلك اليوم نجموا إذا يكون ثم مسار تشاركي، لكن الآن عن طريق السيد قيس سعيد شبه ميؤوس منه. خطابه الأخير حط نقطة نهاية لأي أمل حتى من أنصاره في أن يكون ثم مسار تشاركي. قال القضايا واضحة، الحلول واضحة، أكثر من هكا اللجنة استشارية باعتباره هو عنده سلطة تشريعية اللي باش يصدر ما سيتفق عليه، هي استشارية، نجم في الآخر يغير ما يشاء. شكون اللي باش يحط رقبة التجربة الديمقراطية بين يدين هالفينومين هذا؟ شنو مشكلتك الأساسية مع قيس سعيد؟ مشكلتي الأساسية مشكلتك الأساسية المشكلة الأساسية أنه خدع الناس وانقلب على التجربة الديمقراطية من أجل مشروع شخصي هو أقرب إلى الوهم منه إلى نظام سياسي ممكن اليوم يطور تونس. هو بيدوي نجم يقول أنه النهضة خدعت الناس، هو قالها وقال أكثر منها، لكن بيناتنا حجة وبيناتنا رأي عام. تحدث عن خيئنا وخونا والناس اللي اليوم أدت الوضع إلى ما هو عليه، هي الألفاظ. من كان يتحكم في تونس لمدة 10 سنوات. إصدار الألفاظ من طرف السيد قيس سعيد، ألفاظ السب والشتيمة لا يعتد بها، أصبح ذلك عنده عرف وعادة وطبيعة. نعطيك مثال، هو كان يندد بالفساد بدرجة أن الناس قالوا مدام يتكلم بالحجم هذا على الفساد عنده دوسيات واضحة. اليوم شنو ثم فساد؟
عمل حتى شيء. إما كانت عنده دوسيات وبعدين قاعد يساوم بها باش يستقر له الوضع وعمل مساومة مع الناس باش تساندوا، وإلا ما كانت عنده دوسيات وكان يقول في كلام بغير علم وهذا غير معقول. انظري إيش عمل في الأسعار والاحتكار وكذا. بار الحديد اللي هو مشاله المعمل كان 23 دينار، الآن بار الحديد ب 33 دينار وب 32 دينار. وبالتالي السيد قيس سعيد يتكلم عن أشياء غير موجودة وعن مضامين غير موجودة، يعوض الحجة بالسب والشتيمة. أما نحن نقول الواقع، اليوم السيد قيس سعيد لم يفي بكل التزاماته حتى لمن سندوه في 25 جويلية مما جعلهم ينفضون من حوله. اليوم حوله حاجات تشبه للأشباح، ماهوشي قوى سياسية، الناس كلها إما قالوا انقلاب ولا قالوا نساندوه وبعدين اخذوا خطوة إلى الوراء. فيهم حتى أحزاب قالوا سنقاطع الاستفتاء. وتوا كنت تحاوري مع سيدة من المجتمع المدني مراقبون، يعني حتى الشكليات وترتيبات الانتخابات ما ثماش. تحدثت سعد لطيف عن الحوار، قلت هنالك فرق جوهري بين رفض الحوار وعدم القدرة على الحوار. تعتبر أن الرئيس قيس سعيد غير قادر على الحوار؟ غير قادر للأسف الشديد، غير قادر. السيد قيس سعيد عنده دورة تفكيرية داخلية لا تدمج المعطيات التي تجيه من الخارج، ما تدمجهاش، وإذا وقع في رابور دو فورس يجبره يأخذها بصورة شكلية. مثلا صارت عليه ضغوط باش ما يغيرش الليزي، ما يمسش الليزي، عمل قال هاني مش نمس الليزي لأنه مشروعه الأصلي هو تشرف عليه وزارة الداخلية، وقال باش نغير الهيئة نتاع الليزي. غيرها بالطريقة ذيك، هو يعينه، لأنه حتى اللي باش يرشحوا له مدير مركز الإعلامية والمجلس الأعلى للقضاء هو معينهم. ثم أو الأخطر، هم لا يحاسبون على أعمالهم. يعني إذا زورتوا الانتخابات بطلب مني راكم تحكموش، عندكم حصانة، وهذا ربما ما انتبهلوش برش. شنو معناها تعطيهم حصانة؟ شنو معناها تعطيهم حصانة في الأعمال متاعه؟ ولكن هوني أنا تحدثت فيه حتى هذا الموضوع دكتور مكي، أنه اليوم وكأن الناس ما نعطيهمش ثقة بالكل، وأنه كأنه من الناس الكل يعني دي ماريونيت في يد رئيس الجمهورية، يعني تشكيك في كل الناس اللي سميهم رئيس قيس سعيد. كل واحد يعني طبعاً تعتبره موالي رئيس قيس سعيد، ينجم يعمل بيه اللي يحب. شفتوه كيفاش يعين بالولاء، شفتوه كيفاش يعين بالولاء وبالقربات وهذا. أيه. كما كانت حركة النهضة، كما كانت كل الأحزاب، كما كان نداء تونس. لا 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 اسمعني، احنا وعادي طيب باش نرجعوا للقديم، يعني عادي نرجعوا للقديم، نرجعوا للقديم. هذا رجل هذا عادي أنه اللي يبدأ هو في موقع السلطة هو يكون عنده من معه. لم هذا خرق للقانون وهذا خرق لأخلاقيات العمل الديمقراطي. يجب أن تكون هيئة الانتخابات مستقلة بطريقة الإفراز متاح بالسيفيات متاع الناس اللي يشكلوها وبطريقة العمل متاح. الآن هو عندما يعين هيئة ويعطيها الحصانة باش يمدد لهم، باش يعطيهم امتيازات، باش يعمل، وهو يعمل كل التناقضات. قال القضاة يأخذوا في زوز ملايين، وجاء الهيئة أعضاء الهيئة أعطاهم رتبة وزير وامتيازات وزير وإلى غير ذلك. فبالتالي هو سيستعمل السلطة التنفيذية لإخراج ما يريد من النتائج. وأنا شفناها في الاستشارة الإلكترونية، راقب واحد في الاستشارة الإلكترونية كانت فيه شفافية، الناس يأكدوا أنه بالإمكان أنك تشارك أكثر من مرة. الناس يأكدوا اللي دخلوا له السيستام وأثبتوا أنك تنجم تشارك أكثر من مرة. رغم اللي وزير التكنولوجيا أكد أكثر من مرة اللي تنجم تدخل حتى 50 سمعت مرة. سمعت مسؤولين في المجتمع المدني. ثم ناس أنا سمعت والخبر على من رواه، ثم ناس مشاو باش يقضوا قضيات في الإدارة ياخذوا له بطاقة تعريف بعدين يجي SMS. كان هكا راه وصلوا 3 ملايين مشاركة كان جات. ما نجموش. فما وزارة من الوزارات بعث لي واحد مازال عندي المساج يخدم في وزارة أظن البيئة، وقفوا الخدمة نهار باش يعبدوا الموظفين يشاركوا في الاستشارة. ولذلك هو يريد أن يفعل ما يشاء. شنو التعليق على جبهة الخلاص اللي ترأسها سيدنا أحمد نجيب الشابي وعا مع مكونات المجتمع مجتمع الحزبي وخاصة من حركة النهضة؟ شوف الشارع بيّن أنه الأغلبية أصبحت ضد السيد قيس سعيد، ولذلك بالتالي المواطن الشارع قام بما عليه.
النقص اللي موجود في المعارضين متاع قيس سعيد ما همش متوحدين وما عندهمش رؤية بديلة. جابت الخلاص جات باش تشتغل على هزوز هذوما، إن شاء الله ربي يوفقها ويوفق حتى اللي ما يحبش ينتمي لها ولكن يحب يتصدى للانقلاب، ربي يوفق. ماكش معني بها؟ لا احنا فيها كتوانسة من أجل الديمقراطية موجودين فيها. داكور، اليوم فما دعوات للنزول إلى شارع يوم 8 مايو من أنصار ومساندي قيس سعيد، ربما يكون هذا محدد لمعرفة من وزن من يساند الرئيس قيس سعيد. تو نشوفه، لكن بودي نحذر من شيء. اللغة متاع الناس اللي دعات للثمانية أو بعضهم اللي سمعتهم يقولوا ستكون وصفة شعبية للرد على كذا كذا، أشتموا رائحة العنف ضد مقرات أحزاب، ضد شخصيات، ضد كذا. ولذلك أجهزة الدولة عليها أن تتنبه وسلطة القضائية لكي لا يقام بمثل هذا العمل. اللي مش يتظاهر بصورة سلمية في الساحات العامة هو حر، لكن أشتموا رائحة الاعتداءات. ليش؟ لأنه بدأ الرابور دو فورس السياسي بدأ يختل منذ مدة ضد السيد قيس سعيد، ولذلك هم يحبوا يعملوا محطة قد تكون فيها عنف باش يقولوا لا هي رجعت الأوضاع من نوع اللي صار يوم 25 جويلية. اجتماعي محافظ وطني ديمقراطي، هذه عناوين الحزب اللي اسمه اللقاء الوطني. حزب جديد؟ لا مش هذا الاسم تاع اللقاء الوطني. عطينا التسمية الصحيحة أو ربما مازلتوا تفكروا. ما زلنا البارح بركة شفنا صورة مع مجموعة من الشباب. صور هي مش صور لأن كل ما نعملوا ملتقى وطني نخرجوا صورة وخرجوا خبر. الأسس اللي ذكرتيها صحيح، قاعدين ننسجوا حولها في رؤية سياسية للحزب. فهو حزب محافظ ديمقراطي اجتماعي وطني إصلاحي، والإصلاحية خاصة مرتبطة بالمحافظة، ليست المحافظة المتجمدة إنما هي محافظة ديناميكية مصلحة. باش نجم تحافظ يلزم تطور، باش نجم تحافظ على حاجة يلزم تعمل مانتونونس متاعها. التخلي عن المرجعية الدينية؟ لا مش مسألة دقيقة، ممكن يعني في علاقة بالمحافظة حصة كاملة. نحن نقول انتهى عهد الأحزاب اللي عندها مشروع إيديولوجي فوق الشعب تبشر به. الآن نحن حزب تحت ثقافة الشعب، كل ما هو يعتبره التوانسة مكسب وقيمة أساسية مثل قيم الأسرة والعائلة نحن سنحافظ عليه من خلال برامجنا ومن خلال السياسات متاعنا ومن خلال التنمية متاعه، ولن نخوض أي معركة إيديولوجية فوق الأسطح على حساب مصالح التنمية، تطوير المجتمع التونسي، صيانة السيادة متاع البلاد، بناء قدراتها، بناء المنظومات متاعها، ونكون محافظين من أجل أن تكون العلاقة بين الدولة والمجتمع محكومة بالاطمئنان. ما يحسش المجتمع أن الدولة أو أطراف الأحزاب الفاعلة في الدولة كأنها تستهدف الأمن الاجتماعي متاعه، كأنها تستهدف الراحة الثقافية متاعه، كأنها تستهدف موقع اللغة العربية متاعه. هذا مهم باش الشعب ينخرط مطمئن. نهضة دو، نهضة بيس، نيو نهضة. هذا لا، احنا مناش نهضة دو، مناش اللي ربما يحاولوا يلصقوا فينا الشيء هذا، لكن الناس ما تنجمش نحي هذا. هو يعني تاريخ، هو تاريخ. انا لا اتنكره لتجربتي السابقة ولا الناس اللي معايا اللي كانت عندهم تجربة في النهضة، بل أعتز بالكثير من المحطات فيها وأعتز بمرحلة المقاومة داخل النهضة من أجل تطوير الحزب من الداخل بما يرتقي إلى عملية إعادة تأسيس. ورفعت الشعار هذا في المؤتمر 12، ولكن احنا الآن في سياق آخر اللي ما فهموش قيادات حركة النهضة تو. سياق هذا الآخر والجديد وعلى رأسهم يعني رئيس الحركة اليوم وبعض المقربين من للأسف اللي ما فهمش واعتبر أنه الانقلاب اللي صار قيس سعيد استطاع أن يوظف أخطاء الجميع من أجل أن يصل إلى انقلابه. كان بالإمكان الحيلولة دون حدوث الانقلاب، خاصة بعدما تبينت نوايا السيد قيس سعيد، ولكن كانت لينيرسي توتال، كانت الخيارات الخاطئة، كان إدخال الهشاشة على الحياة السياسية ابتداء من بينهم أنه راجل غنوش يكون رئيس مجلس نواب هذا من الأخطاء. قلنا تغيير القائمات الانتخابية متاع حركة النهضة مما أثر على الكتلة.
وأثر على المناخات الداخلية، رئاسة البرلمان إسقاط حكومتين في ظرف 4 أو 5 أشهر بتلك الطريقة. أنا مانيش مع الدفاع على مصالح تضارب المصالح، ولكن الطريقة كان عليها أن تخلي الفورمولة الوحيدة اللي كانت قادرة على الإنجاز وعلى طمأنة البلاد هي كالتحالف هذاك، فهمتني؟ فكله استغلوا سيد قيس سعيد لأنه كان يمكن أن يتدخل للإصلاح للمساعدة على الخروج من الأزمة، حملوا مسؤولية مسار في حركة النهضة. يعني شكون؟ الرئيس قيس سعيد أو البيئة اللي عملها قيس سعيد أثرت طبعاً على طبعاً هو حركة النهضة؟ هو الآن كل يوم نكتشف معطى من أحد أصدقائه اللي هو كان ناوي على هذا من زمان، من زمان أنه أشهر وأشهر، ومن المؤشرات اللي يعرفوها الناس أنه رفض داخل في اللعبة السياسية. نشوفوا مثلاً في فرنسا كيفاش ماكرون يعني قسم اليمين، واليوم هو قاعد يقسم في اليسار. اللعبة السياسية باحترام القوانين وخاصة الدستور، صح عليك، اللعبة السياسية باحترام الدستور والقوانين وبروح أخلاقية، أما مش بروح التخطيط. يعني أني أنا عوض أني ندخل النادي رئيس البرلمان ورئيس الحكومة نقول لهم يا سيدي هل الاضطراب في البرلمان كيفاش نعالجوه، هاي سيدي أعطوني أراكم كيفاش نعالجوا الاضطراب في البرلمان، كلم الأجهزة نقول لهم أعطوني انعكاسات هذا على صورة تونس. هو لا، كان ينادي باش يضخم الشيء اللي قاعد صاير وباش يشعل النار باللغة التونسية. عمل بلوكاج للسيستم ديمقراطيك، رفض أن يمضي القانون اللي ما أمضاش سلباجي، رفض المحكمة الدستورية. مش هو المسؤول على هذه، حتى أنه رجل الغنوشي في آخر أرتيكل خرج في لو فيغارو قال احنا نتحملوا مسؤولية عدم إرسال محكمة دستورية بعد إقرار بمسؤولية حركة النهضة، عدم إرسائها في الموندا بين 14 و 19. حقا كانت وقتها يجب أن ترسل محكمة دستورية، لكن مش ردوا على الغلط بالغلط، كيف البرلمان تحرك انت تجاوب معه. نهاية الإسلام السياسي ومساندته في العالم، نشوفه يعني اللي قاعد صار وكل التغيرات، هذا اللي خلى اليوم عبد اللطيف المكي يمشي في تصور جديد في حزب جديد ونختمه بهذا. شوف أنا ما نتبناش مصطلح الإسلام السياسي، لم أتبناه، وقلت وقتها ممكن نتبناه مصطلح الإسلاميين الديمقراطيين. إيش معناه؟ إسلاميين تبنوا الأطروحة الديمقراطية وعملوا لها انترفساج مع النصوص الدينية، فهمتها؟ لأنه ثم ناس أخرين رفضوا يقولوا لا يزم يقعد خليفة، ثم أحزاب وثم كذا يقولوا لا يقعد خليفة، ثم أنظمة ملوكية خليفة السادسة خرجت من تونس يعني. كذلك ضد أنا إصدار شهادات الولادة أو شهادات الوفاة. نقول أنه إدارة الفكرة هذه في تونس تضررت بسبب قيادتها، فهمني؟ لابد من البحث عن آفاق أخرى. بديل لحركة النهضة؟ لا لسنا بديل، نحن مساهمة جديدة، نحن عرض سياسي جديد، أوفر بوليتيك جديدة على ضوء تقييم العشر سنوات وعلى ضوء الآفاق اللي انتظروها. واسمه النهائي باش يكون اللقاء الوطني؟ لا ليس مازال أكيد، مش هذا أكيد مش عندكم هذا. مش موجودين، احنا انطلقنا من 60 اسم. وقتاش باش يتم الاعلان الرسمي؟ المسألة اسابيع قليله جدا. شكرا لك دكتور عبد اللطيف المكي، كنت ضيفنا اليوم في الماتينال. شكرا، بارك الله.